بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. البيت النبوي صلى الله عليه وآله وسلم عنوان كان مصنف كوحون وشيغية نبي عليه الصلاة والسلام حاسس كيسي إيو أولاديسي أيام كوأرك الدون نبي ذن الله تعالى مركب قره النبي عليه الصلاة والسلام ولو جيد حاسس كيسي ثم أولاديسي أو كهر له يعررت النبي أولالي أيام أرك الدون نبي ذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وكان له صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحاؤها في مختلف مراحل حياته نلشيس مرحلة هذا كالدوان وحال نبي أؤها هذه 11 امرأة أو 12 امرأة كوي طبعا دمرة أما اللبي طبعا دمرة حاسسة أي حال به نرشي سكر الدواني نبي أصبنا تي صلوات الله وسلامه عليه. واجتمع منهن دمر كاس وحا كل ما يحقه ذا ونبي حلمر يعني أكل مي تسع سقال أو دمر كم ذا في آخر حياته نرشي سا آخر كذي يعني وقت وجودا بي سقال دمر أي النبي نرشيس أكل مي آخر حياته كل مي ويا سقال كوكب انتوي النبي عليه الصلاة والسلام. أما الاثنتان لبا أو الثلاث أما السدح أو دمر كاس كمدة هذه اثنتان اللي يراها أو لبا اللي يراها معناه ذو حوية كو يطبع دمر بعولين كو يطبع مركز سقال لججره لبا صهرتي اثنتان هو أو الثلاث ذو مركو يرينا أو اثنتا عشرة امرأة أبو يرين لبا يطبع دمر مركز سدح لججره سقال باسو حريش مركز سداسو أجيدا. أما الاثنتان لبا ذي ومركي كوي طبان سقال لغا قويو لبدا دمر كعا أو الثلاث أما السدح ذي أو اللبية طبان دمر سقال لغا جراي سدح ذي سوحار إلهي فقد وافتهن وحا أتمت دمر كاسي الوفاة قيري ذي با أتمت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي قناء أو أها حي مد نول أو أها سقو النبي قناء نول يهي أي دمر كاسي دنتين والنبي هرتيبي دنتين ويا. أما اللبدة أما سدح ده. وفيما يلي هذا الكان صو صعبا وحا تحدي سكسقا ذكر شيدتان أو موجز لكوبي أو لسو أروريي أو لهن دمر كاسبنا ذو هذا الكوبا أيان كشيك دونا ورك صو صعبا حوين كست كل جي ترجمير أي الله دي دونا وأيضا لقى ورما يويا حوين كي بمرك نوتيرين يا يعني مسند كه وحنوشي جدونا إلى كوي طبعا أيو نوشي جدونا مركا كبعدنا حوين كل سكو خلاف سيني هاي أو أر متفق أهين أيو كور رمي دونا ونأرك دونا بإذن الله تعالى. الأولى حوين توجه الرئيساهي وحوين كي النبي كم إذا حاسس كيسي أم المؤمنين مؤمنين تهويدو ويان وخديجة أحيد خديجة بنت خويلد خويلد قبدي سي أحيد رضي الله عنها الله كرها ذي النغلين هوين تكوبات وخديجة وأم المؤمنين أهوين تقدم وحصاهر مريم برئس وأرقني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه الصلاة والسلام تزوجها خديجين قرسدي وهي خديجة في سن الأربعين سنة أفرتناد أي كجرته سنة أفرتناد أي كسودنتهي أي قرسة أي أفرتنجرة أي نبي قرسة وهو النبي عليه الصلاة والسلام ابن 25 سنة يسقون أويهي شني اللباتن جر أويهي شني اللباتن سنة يسقون جره أي يدو أفرتنجرته قرسة هرأسو أرقني ويهي.
وجميع أولاده صلى الله عليه وآله وسلم نبي عرورتي سدمانتو إلمه سوء إذلنا منها خديجة حق يديك أهالي إيضاً باوحود الشيء سوى إبراهيم إبراهيم مركا لقربه وماريا القبطية أيضا شيء انت كلا سوهرتي وحوية خديجة بنت خويلث أيضا شيء حوين كاس كلا أترد بذن وحي خديجة كسوهرية ماريا وحوحود لكم أجره ماريا نصر يدي سيء حايد واللوسو هديئي هديئي لوسي يموي حوين أو حاسسكي سكمدها ما ينهيد سرية نمو أيين أو مارة المها إبراهيم يكون شيء ولم يتزوج نبي مؤونا قرسنين عليها خديجة امرأة هوين كلا لمؤسن قرسنين وأخرى كلا مدة حياتها انت نولي انت النبي الله نولي وأدونك أي جوكتي نبي قلنا كلا لمؤسن قرسنين حاس كلا لمؤسن قرسنين صلوات الله وسلامه عليه توفيت وال اوف صدي خديجة ويدمتي بمكة مكة كل متي في رمضان بشي رمضان تحدي إذا سنة عشر من النبوة سنة طبنات نبي لماذا مركز لقصه بلاب النبي قال له وحيودي سنة سيد طبنات ولين أوسن تجرونين أيام مكة لقو أوف صدي ويا ودفنت مركز خديجة وحال لقو آسي بالحجوني ناس حجون لي رهدبا لقو آسي ولها أيضا أو دعهان أي لا ذاي خمس وستون سنة أيضا أو شمي لحد جرأة أي الأوف صدي ويا شني لحلي جر أيضا بال الله أفسدي مرك أفرت أن هذا كجور سدي شني لبعتن سنة أيو مارتين أيو النبي ولن حسوا حيد أو أخدي جلنا وليد ويا الثانية حوين ثلبات خديجة هل كاسان وقصوا بحني أيضا شني لحلي جر أي الله أفسدي مرك هل كاسان وقصوا تجري ويا الثانية حوين ثلبات أم المؤمنين مؤمنين تهويد أدوي سودة بنت زمعة كبدا سودة ليراه دعوه إن زمعائه ويا ندس مدى اللبات ونبي أمرك خديجة كلمتي أو قرصني وإيدوي رضي الله عنها إله يكرر ذنبه كانت سودة وحيه تحت ابن عمها إن أذير كيد أي حاسو أهي إن أذير كيد باقبي أول أرنجر السكران ابن عمري سكران ابن عمري ليراه دعوه باقبي جري فأسلم اللذنه ذي أيضا إيه منك يدي وإسلامين وهاجر وين هجرودين إلى الحبشة نلك حبشة ذاتك هجرودين أي كمد أهاي لأرض الحبشة أي آدين ثم رجع ويسان نقضين ونلك حبشة ذاتك كسر نقضين مركي سؤال لابتين فما تقول بنت سكران عنها سوداء يكبن تيوية مركي سوداء منك يدي بنتي قراب نقطي نبي نحاس كيسي أي خديجة أي كلمتي فتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي الله محمد أي قرسدي سوداء وذلك وقت أو قرسنا ينا في شوال بش شوال ليراهده سنة عشر من النبوة سنة كي طبنات أي النبي لماذا أي قرسدي بعد وفاة خديجة خديجة مركي لما تدب ذي بنحو شهر بال يعني مركي موتني بالوح مارس قل له مركي موتني دويا توفيت بالمدينة سود وحال وقف صدي كل ما تبي المدينة مدينة أي كل ما تي في شوال بش شوال إلى هذا بيت لمتي سنة 54 من الهجرة يعني من الهجرة النبوية سنة ذي أفر يكون تناد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني لججوه وقت قاس أي لمتي مدينة كل ما تي رضي الله عنها كان وحي هاي وسود بالتزمعة أو حاسكي لبات أو مركي خديجة كلمة النبي أو قرسلي صلوات الله وسلامه عليه الثالثة هوين تصدحات أم المؤمنين مؤمنين تهويض أدوي عائشة أحي الصديقة تيرون تبضني بنت الصديق رنبضنها قبل يسي أحي دويا وأبو بكر قبل يسي أحي أبو بكر صديق قبل يسي أحي رضي الله عنهما عائشة أبقت بأ الله كراد النقض أبو بكر مدى صدحات نوائي ذوي تزوجها واحد قرسد عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي الله محمد قرسد في شوال بش شوال إلى هذا أيه قرسد سنة 11 من النبوة سنة كوية طبنات مركي النبي النمذي لقى جوغو أيه قرسد بعد صودة بسنة
سعودة مركو قورسدي سند أو قبي هل سنة مركو سعودة قبي كدب أو قورسدي سند كدب أي عائشة أو مهرسدي النبي عليه الصلاة والسلام وهي عائشة أي تابنت ست سنين لحجر أي هاي قبر لح سنة جرت أيضا با النبي قال لقوم مغريي وبنى بها وونا بستي وقرق جيست النبي عائشة في شوال بش شوال لنهنبه وقرق جيست بعد الهجرة بسبعة أشهر هجرة الدبادين مركي لها جري ومكان لقيت لي تضرب بلوادنا مدينة لجوغي كدب أي النبي قرسل عائشة ولو قرق جي وهي أيضا مركاسي دادي أي هي بنت تسع بنت تسع سنين سقال جر أي هي سقال سنة أيده جرت أي النبي قال له قرقي ولم يتزوج نبي مقر سنين بكرا قبر بكراه وغيرها عائشة كسهري كل دمر كو قر سنين وحوانه وذا قراب حوانه لقوا بنت أراملة يوحنا من النبي وذا قر سنين صلوات الله وسلامه عليه وهي عائشة رضي الله عنها أفقه النساء الأمة أمدا يعني دمر كودة أمة المسلمين دمر كودة كانوا وفقه سنة فقه دين كآتوا فهم سنة أيضا حيد عائشة رضي الله عنها وفضلها فضل جيدا إدارات كدمر ككل هذا هينا وفضلها فضل جيدا على النساء دمر كإدارات ككل هذا هينا وحلم بها كفضل الثريد ونظر ثريد كالإرهداء وهيرب كيكريست الاسكسة ما يئه ديرات كإلى ذهي فضل جيده على سائر الطعام راشين كالكلاعي كقيمة بلانتاي سيد الراشين أو ثريد كقيمة بدايهي بيع عائشان الدمر كالكلاعي كقيمة بلانتاي ويا وانا حديث إمام البخاري وفي صحيح كوريني وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام أوليجري نبي النبي عليه الصلاة والسلام مركا حوينك عائشة أي أيضاً حوينك مد أبو فضل قبلاً أي أحيدوني توفيت عائشة والله أفسديه قريب بأتم ذويل متي في سبعة عشر من رمضان بشهر رمضان تدري تبين كذي سنة سبع وخمسين سنة تضبي كنتانات أو من الهجرة النبوية هجرة النبي قال لك جوغو أي لمتي أو ثمان وخمسين سنة يعني من الهجرة النبوية أما سنة دي كنتن إسديدة كنتن إسديد يعني إسديد كنتن مياه تضبي كنتن مياه هجرة النبي مركي أحي لبدا سر أي بويجرا أي عائشة لمتي ودفن في البقيع ناشي البقيع اللي يلهدنا والله آس عائشة ومقبرة مدينة كمد أهويا الرابعة حوين كأفراد أم المؤمنين مؤمنين تهوية ذوي وهي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حفصة وي وعمر بن الخطاب قبل يسيء هاي عمر إيا أيضبها الله كراد النقضي حفصة الله كراد النقضي حوين كأفراد نوائي ذوي كانت وحية هاي حفصة بنت عمر تحت قنيس ابن حذافة السهمي نينك لذا هذا خنيس ابن حذافة أو ريب بن السهم كمدها حسك سيبي أهي فتوفي عنها والله أفسدي خنيس وأو بنتي أيدي مكدنتي بين بدر وأحد غزوة بدر المركي أي دعضي أي أحد انتان اللقاري بحذي إذا أي وقت قاسو بنتي ويا بدر سنة كلا بعضها وحدنا سنة كسد حاب بيها وهجرة النبي لبدا تحدث ذا أيو بنتي محونا السبب صدي وحو بنتي لجرح باوع وأسابه في سجة سوقاري في بدر بدر دقال كي أو مشركين تلقلي كسوقاري أيونا كو بنتي ويا ثم انتقض عليه يعني باوع إيبا جركي سيوة دقاري قد مال والبابا مارتي كابتي ويا بعد فيما بعد مركي باوع او غاري دبدي بو جيركي سودان ودا غاري داوخي ويان marka meel wax laga qaban karo ma hayn isagu sabab saday saas uu dhintay ويان فلما حلت markii ay xalaal noqotay maxaa ila Hafsa bint Umar markii xalaal noqotay xalaal noqoshada waxaa loo jeeda ay falamma qadat iddatuha wi markii iddadii iddatul mutawaffa anha yaani haweenta laga dhinta عدني أي ترسلي سي مركي دماتي دبدي أو أهاي أربعة أشهر وعشر
أفر بلود يتنم عشو مركي أي أود ما تيدب ذي يتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي الله محمد القرس ذي في شعبانة بش شعبان لي رهده سنة الثالثة من الهجرة سنة سدحاد الهجرة للنبي أيون القرس ذي وين وتوفيت حفصة والله أفسدي ويدمتي بالمدينة المدينة بالغو أفسدي في شعبان بشي شعبان سنة 45 سنة شني أفرتانات أي اللغو أفسدي ويدمتي من الهجرة النبوية نبي الهجرة ليسي مارة لقصة بلابه ولها أيضا عمر قيد أوياهي أوله 60 سنة لحظاً سنة أي قارت عمر قيديوي أيضا لحظاً جرة أي الله أفسدي هجرة النبي هنا أي تهي يعشان يأفرت المركي أي حيد بها الله أفسدي ودفنت بالبقيع مقبرة بقيع أيانا لقوا آسي حفصة رضي الله عنها الخامسة حوين تشهنات أم المؤمنين مؤمنين تهو يدودوي زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها قبل إلى زينب إن خزيمة راهلة المكتر سن الله كرر ذي النقضي وحوين تشهناتوي كانت حي حي زينب تحت عبيدة بن الحارث عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب أي قبل حاس في سيئة حي حاسك سيبيه هاي فقتل والد لعبيدة عنها زينب بالقد لي يوم بدر يعني سبح دينينا مبارزة الكوبات صوبح ذي مركي عطبائي شيبائي وليد أي صوبح المشركين تكي مادين سبح دينينا وصوبح ذي وعلي إي ماركتي حمزة إي عبيدة بن حارس سبح ذي بيه هاي عبيدة مركواتي داو عمركو قاري ودحكو انت انت لسي مدينة انت لقارينا او بالتويلة مركب يوم بدر أي أنك يدي للدلي أو الله أفسري مركب أي يعني أنك كد أنت قراب نقطينا فتزوجها واحد قرسدي زينب بنت خزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله أي قرسدي في رمضان بشي رمضان أي قرسدي سنة الثالثة من الهجرة سنة سدحاد وهجرة النبي أي قرسدي رسولك عليه الصلاة والسلام وقيل وحكى لي رهدا عبيدة بن الحارث ما هنا مقبيني تحت يعني كانت وحيها تحت عبد الله بن جحش عبد الله بن جحش منك لي رهدا أي حاس في سيئة حيدون صحابي داس باقبي مركب فقتل عنها وحال لقد لي زينب بنت خزيمة منك يدي بقى لقد لي أوها ما رتي عبد الله بن جحش بالد لي يوم أحد ما لنتي أحد أيال لد لي ساس نوالي إلى هذا مركي أيال منك استبه النغذي يعني أما عبيدة بن الحارث النغذي أما عبد الله بن جحش النغذي مركي منك يدي أو بنتي أو شهادتي أو شهيد أو شهيد أبي يوم فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله قرسدي قبل زينب بنت خزيمة في سنة الرابعة من الهجرة سنة أفراد هجرة النبي أي قرسدي كانت تسمى قبل زينب بنت خزيمة وحلقوم قعاب جري في الجاهلية قبل الإسلام إسلام ككهر انت سدين في إسلام كإيمان وجاهل قدتك أي كجرين وحلق عهان لقونا يناس جري بأم المساكين مساكين تدكا هو يرد بالغو مقعابي جري محان الله غو مقعابي لإطعامها إياه قوذين تأي قوذين جرتي ساكين تأي أرواني ساكين تأي قوذين جرتي مركز أم المساكين مقعاس لقب كاس أي لهي دنيا توفيت والا أفسدي زينب بنت خزيمة في آخر الربيع الآخر مش الربيع الآخر اللي إلى هذا تمات كيدي أي الله أفسدي أو لمتي سنة الرابعة من الهجرة سنة أفراد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بعد الزواج به قوركي صلى الله عليه وسلم أو قور صديد دبديد بثمانية أشهر أو بنحو ثلاثة أشهر يعني وحال إلى هذا ملك نبي قور صديد سداد بلد بسو قبي سداد بلد كدب الله أو صديد متي أما سداد مبأها أو بنحو ثلاثة أشهر صدح بلد بو بنبي قبيبة صدح بلد كبعد نوائد متيوية فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيا كنت كذا صلاة الجنازة زينب بنت خزيمة ودفنت بالبقيع ماشي البقيع ليرهدنا والله وقاسي المقبرة المدينة أهوية السادسة حوانت اللحاد وحاسسك النبي كمله أم المؤمنين مؤمنين تفويض ودوي أم السلمة ليرهده يعني لقب كيد ليرهده أم السلمة ليرهده هند بنت أبي أمية
magaceedan hindab bint abi umayya leeyahay radiyallahu anha allah ka raadi noqday ayay ahay haweentaasi weeyaan kaanat waxay ahay hinda tahta abi salama ninka abi salama leeyahay xaskiisi bay ahay walahu وحون لها أبو سلمة منها أم سلمة حق هذا أو هندئه أولاد عرور بي مارت أو ولهاي أولا شيء أبو سلمة بعرور أولا شيء عرور بي أولا شيء فتوفي عنها أبو سلمة وعلى أفسدي أو حالك أفسدي أم سلمة أو هندئه أي لغا أفسدي وعلى بنتي في جماد الآخرة بش جماد الآخرة اللي يراد أيو بنتي سنة الرابعة من الهجرة سندي أفراد هجرة النبي أيون أبو سلمة بنتي وأوكب بنتي أم سلمة أوكب بنتي مركي أم سلمة أي أرملة نقطتي أي فتزوجها أو جرسدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله جرسدي في ليال هبين بحذود أو بقين كهري من شوال شوال هبين كهري بشي شوال ونولي دمانين أو ما هبين أي كهرين أيون جرسدي سنة الرابعة من الهجرة النبوية سنة أفراد هجرة النبي أيون جرسدي وين كانت أم سلمة وحيحي من أفقه النساء حوانك وأمد المسلمين تهوان كودا ند أبو فقه سن ودينك أبو فهم حق أي أهي وعقلهن ند أبو عقل قبضان نويه ودكته ما لنتي حديبية مركي للتقيع ونبي وصحابة الله أضلي وكي رقوموا فانحاروا ثم حليقوا مركي أو قوانك قاري اللحشي مشركين تأو اللحشي حماشها أي كحمالين أي نبي وجواب وايين مركي أم سلمة أقلي وتأتر أذيك فعل كبلاو عقل جيد دربدي با نبي التلوين عشان بيسيدي ابي وحي تري حول هذا الجورع كي كو خير جيرين او يرى مدح اي خير ده ايغا كو دين دوني نبي غن سيدي بو سميهي سيدي بين نقطه وا اي كو ديدين ويا marka waxay ahayd aqal nisa haween ka dad mid ugu aqliga badan way ahayd miya tuufiyat wa la ofsaday um salama waxa la ofsaday sanata 59 min al hijra سندي سغالي كنتناد هجرة النبي أو أمس إثنان وحوية وستين من الهجرة أما وحال أبصدي لبي اللحظة كي هجرة النبي مركي آي أحي وشك لبدا أمبا لوشك سيئة ما سغالي كنتن كيبا من مثل لبي اللحظة كي بي لمتي هجرة النبي مركي آي أحي وقتها أمبا لمتي ودفنت بالبقيع بقيع بأيضنا لغو آسي أو لغو دوبي ولها أيضا عمر جيدي أو جرو له يعني وحي لا ذهي 84 سنة وحي قارتي وي عمري سي أفر يسديت سنة أيضا جلتو أي غير الغتمي لمتيوية يعني أفر يسديت أيضا جلتو أي لمتيوية السابعة هوينت التضبات أم المؤمنين مؤمنين تهوية ذوي أو أحي زينب بنت جحش ابن رئابي قبضة زينب بنت جحش اللي يرهدو رضي الله عنها الله كراد النقضي قبضة أي أيضنا هوينك مؤمنين تكمد أو هو يكود كمدة أو أزواج تي نبينا كمد أهوية وهي زينب بنت جحش وحي أحي ابنة أميمة بنت عبد المطلب أميمة قبضة اللي يرهدو أو عبد المطلب أو دليو النبي إيدني أحي قبضة إيدي بيه marka iyada iyo nabiga ilmaatiin ma eedabay ahaayeen ilmaatiin ma eedabay ahaayeen umaymadaas oo ahayd ammatin nabiy sallallahu alayhi wa sallam nabiga eedadii ahayd ayay gabadheedii ahayd zainabana weeyaan zainab bint jahshan gabadheedii bay zawjat wa halu guriyay zainaba markeedii hore bizayd ibn haritha زيد بن حارثة أي لو قوريي فلم يوفق بينهما لبدو ذا الاسم وافجينينو خلاف بعد احنا ذا الدعي ووذنو لانواي واس خلافين حتى طلقها زيد إلى زيد بن الحارثة أو فورا مركوهين وايهشين وايين زينب بتجحش أو فورا وكان زيد نوحوها زيد بن حارث قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم نبي قميضا ويل كدك تيبو أها تبني قوحال إلى هذا إلماء آذان دلين إنا ترى هذا أنا دلي أتشيغته وقتك جاهلك أي أرنتا سجيري جلتي إنا قفكو يرى هذا إلماء أسان دلين إنا أسكم مقعابه ومكا أو كرسده
markaas waxay jahiliyadu u arki jireen wiilkaas inuu la mid yahay kii adiga sulbigaaga ahaa oo kale inuu la mid yahay oo gabadha oo guursadaahi aad adiga yaani wiilkaada wiilka adiga dhashay gabadha oo guursada adiga xaraam bay ka tahay sidaas oo kale inay ayadana gabadhu xaraam kaaga noqonayso caadadaas oo markii ilaahay jabiyey waxaana lagu jabiyey oo lagu tirtiray caadadaas nabi ilaahay maxamed aa lagu tirtiray calayhi salaatu wasalaam isagaa lagu tirtiray wey qisadaasi suura alaxzaab ayuu rabbi kaga warramay subxaana watacaala wey marka wakaana wuxuu ahaa zayd ibnu xaritha waxaa la dhihi jiray zayd ibnu maxamed baa markii hore la dhihi jiray wakaana wuxuu ahaa qad tabannaahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga midoo wiil ka dhigtay buu ahaa fayuqaalu lahu waxaa la odhan jiray intaanan laga joojinin islaamka uusan reebin zayd ibnu maxamed baa loogu yeeri jiray maxamed nabiyulaahi maxamed wiilkiisi inuu yahay baa la dhihi jiray kamaa taqadama sida hore noogu soo hormartay wakaana ahlu ljaahiliyati dadkii jaahiliga ahaa ee mushrikiinta ahaa waxay ahaayeen yarawna kuwa ra'yeeyo oo arko taxriima zawjati lmutabannaa wiilka laga dhigtay xaaskiisa xaaraantinimadeeda ayay kuwa ra'yeeyo ahaayeen calaa abiihi aabbihii oo almutabannii midkii asaga tabaniyo wiilka ka dhigtay inay xaaraam ka tahay bay ay yacni taasay aaminsanaayeen mitlu taxriimi zawjati libni alxaqiiqiyi inay la mid tahay mitlu taxriimi zawjati libni wiilkii alxaqiiqiyi oo dhabta ahaa ee adiga sulbigaaga ah ee aad dhashay sida gabadhiisa iyo xaaskiisu ay xaaraam kaaga tahay oo kale inay xaaraam kaaga tahay bay jaahiliyadii aaminsanaayeen wey falamaa qadat markay dhammaatay zayd wuu furay ila ilaahay buu wuxuu leeyahay falamaa qadaa zaydun minhaa watara zawajnaakaha buu ilaahay leeyahay zayd markuu xaajadiisa ka dhammaysto uu furo baan adiga kuu guurinay marka falamaa inqadat markay dhammaatay ciddatu zaynaba zaynaba ciddadii ay tirsanaysay min zaydin zayd ibni xaaritha ay ka tirsanaysay kolkii ay dhammaatay bow zawajaha allaahu allah uu u guuriyey zaynaba binnabiyi sala allahu calayh wali wasalam nabiyulaahi maxamed buu u guuriyey min fawqi sabci samaawaatin toddobada sama korkeeda carshiga korkii ayuuna rabbi uga mehriyey subxaanahu watacaala maxaa yeele ilaahay baa yidhi falamaa qadaa zaydun minha watara zawajnaaka habali ilaahay baa u guuriyey walidaalika ayay zaynaba binti jaxsh dumarka kale oo xaasaska nabiga markay u faanayso ayay waxay ku odhan jirtay zawajakunna ahaaliikunna idinka waxaa idin guuriyey qaraabadiina ahalkiina iyo awliyadiina idin guurisay wa zawajanii allahu min fawqi sabci samaawaat anigana allah baa toddobada sama ka kor ayuu iga soo guuriyey sidaasay ugu faani jirtay weeyaan marka arrintaas markay dhammaatay ilaahay baa u guuriyey wa abtala ilaahay wuxuu buriyey oo baabi'iyo tirtiray attabannii ilma aadan dhalin sheegashadooda waa dhalay aad tidhaahdo owlaadka dhigashadoodii buu ilaahayna xarimay oo halka ku burburiyey weeyaan wadaalika arrinkaasna wuxuu ahaa fii dilqacda bisha dilqacdo la yidhaahdo sanati khamsin min alhijrati annabawiya sanadii shanaad ee hijrada nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa tabannigaana la baaba'shay weeyaan waqiila waxaa la yidhaahdaa fii sanati arbacin min alhijrati annabawiya sanadii afraad ee hijrada nabiga ayay ahaydna waa la yidhaahdaa weeyaan wakaanat min acbadi annisaa'i waacdamihinna sadaqa wakaanat waxay ahayd zaynaba binti jaxsha waxay ahayd min acbadi annisaa'i dumarka midda ugu cibaadada badan waacdamihinna ugu weyninka badan sadaqatan wax dhiibistii sadaqaynta ayadaa ugu maaratay sadaqo badnayd oo masaakiinta iyo wax xidhiidin jirtay uguna cibaado badnayd weyn tuufiyad waxaa la oofsaday sanati 20 min alhijra sanadii 20aad ee hijrada nebiga ayaa la oofsaday walahaa iyadoo cumrigeedu ay tahay da' ahaan ay tahay 53 sana ay u sugnaatay yacni 53 jir iyadoo ah ayaa la oofsaday weeye wa kaanat waxay ahayd awala ummahaati almu'miniina wafaatan yacni bacda rasuulillahi sal allahu alayhi wasalam wakaanat zaynaba binti jaxsha waxay ahayd awala ummahaati almu'miniina mu'miniinta hooyooyinkootii ugu horraysay wafaatan xagga dhimashada ayaday ahayd bacda rasuulillahi sal allahu alayhi wasalam nebiga markuu dhintay dabadeed haweenka nebiga tii ugu dhimasho horraysay zaynaba binti jaxsha bay ahayd xaaska kaleo dhan ayadaa ka horraysay xagga dhimashada bacda rasuulillahi sal allahu alayhi wasalam
صلى عليها وحصلات الجنازة كتك ذي زينب بنت جحش عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر با كتك ذي الله كراد النغذي ودفنت زينب وحاله قاسي بالبقيعي ماشي بقيع لي هذا بالله قاسي الثامنة حوانت سديدة أم المؤمنين مؤمنين تهويل أدوي جويرية بنت الحارث سيد بن المصطلق قبض جويرية لي هذا وإن حارثة أوريب بن المصطلق نكود السيد كأها أوضلي رضي الله عنهما لبدو ذبع الله كراد النغذاء قبض أصبح هيتن سديدات سميت والله سوقفها شيء جويرية في غزوة بن المصطلق غزوة دولمات بن المصطلق أما مريسيع أنصومرني أي الله سوقفها شيء في شعبانة بشي شعبان سنة 6 من الهجرة سنة اللحات هجرة النبي أي دتك الدمر كل سوقف عشبه قشيوية وقيل سنة 5 من الهجرة وحكلون إلى سنة كشنات بيبا أحي وهجرة النبي أي الله سوقف عشبه ديال كاسعود عي مرك الدمر كل سوقف عشي فوقعت جويرية وحي كل عضي في سهم ثابت بن قيس صحابي ثابت بن قيس اللي يرهلا نصيب كيسي بين قطي أسرع قيب هانو هلا يعني هو قاتل عوان يعني الدك اللي سوقف علني أي نصيب هان قيب هان بقوها ليويا مركي أوها لي فكاتبها مكاتب وحلي لها دولة لي كتابة وحلي لها قفك الدونك أي وحلي لها دي انتاس حولا أبيك انتو باكو حرين مكاتبة لي لها وحبا لك القرن وحلك القرطوة لبال طرف حكاد عيون حولها صدائيك انتو حرباتها مكاتبة لي مركو النبي مقلي عليه الصلاة والسلام فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها نبي أيها قذي وكبحيي كتابة ذي وحي القصة وقرى ثابت بن قيس حوله أشيغني نبي سيئي صلوات الله وسلام عليه مركو سيئي أو كلسو وريقي مارتي نكلي ثابت بن قيس حابي أو كلسو وريقي نبي يوفعتقها نبي حريي وتزوجها أول قرصه حاسب كبك رسولك عليه الصلاة والسلام انت حريي بقرصه markii juwayriye nabiga inuu inta xureeyay oo guursaday reeban mustaliq nabiyilahi muhammad wuxuu la noqday xilid boo la noqday ila gabar uu ka guursaday waa dadka hadda lagu duulay oo dadkeeda laga soo qafashay muslimiinta markay arkeen nabiyilahi muhammad oo la xididay fa'ataqa almuslimuna muslimiinti waxay xureeyeen 100 ahli bayt yaani baqal guri أهل كود بقل أهل بيت أهل دمر كي أمن بني المستلق كميدي أي حرية بقل لنا صحابة أمن دول بابا قبر رب المستلق أو هيستو أي أيضا حرية وقالوا مركاسي وحيد هذه أصحار رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كواسي رب المستلق وأصحار رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد حد التيسيوي وادك لأول لحدي ذيوي مرهد أمن يقول لحدي ذي أنا قلوا أول حرية نبيدهان لأجل جويرية بركتي سوت إذا إله قوة حرية ذكر سؤال وين فكانت مركز جويرية وحيه أعظم النساء حوان كمد أبوين كبدن بركة الحق بركة على قومها تذكر أيضا أبو بركة بدن سامركي أيضا نبي الله محمد أو جورسدي يا دمر كرب من المستلق وعبد الله وذ حرية أنت لا أدون سنة يا دم ببقل كاس بيت أيا الله وذ حرية وين توفيت وحال أبصري جويرية بنت الحارث في ربيع الأول بشهر ربيع الأول إلى هذا نحن يدبع الأفسري سنة 56 من الهجرة سنة لحية كنتناد وهجرة النبي عليه الصلاة والسلام أي الأفسري وقيل وحال إلى هذا سنة 55 من الهجرة أما كنتشان يكون تنكي هجرة النبي أي الأفسري ولها أيضا أوله وعمر قيد أويها ولها أيضا عمر قيد أويها 65 سنة يعني الشمئ اللي احنا جرع يضعه اي الله افسدي ويان وادونك اي كتكتين التاسعة هوانت السقالات وهوانت النبي كنده ام المؤمنين مؤمنين تفويد ودوي ام حبيبة اهيب ومجي عيدنا ليركوين ام حبيبة ليرهلا مجي عيدنا وحالة رملة بنت ابي سفيان ابي سفيان ابن حرب ايا دالي كبدان رملة ليرهلا ويان رضي الله عنها الهي كراد النقضي ام حبيبة أيا أيضاً هوانتي سقالات أحويا رضي الله عنهما أيضاً إي آبهد أبو سفيان إلا وصع إسلامي إلهي أمارت الله كراد النقض اللي بذوذبا كانت وحيئة ابن حبيبة تحت عبيد الله عبيد الله ابن جعش نك عبيد الله ابن جعش اللي يرهلا أبي حاس وهايب
فولدت له وحيود شيء يعني حبيبة كبد حبيب الله يراه بي قد شيء كبر حبيب الله يراه بي عبيد الله بن الجحش أي قد شيء مركز فكنيت به أيضا اللوغو نيناسي اللوغو مقعدر كنية اللوغو دي أيضا كنية اللوغو دي كبدا مركز أم حبيبة ساسا اللوغو بحي وهاجرت معه لبدو ذو إسلامين ومكيكو إسلامين أم حبيبي ننكذي أو عبيد الله بن جعفها مكيكو إسلامين وهاجرت معه ننكذي لجلك أين هجروتي إلى الحبشة إلى أرض الحبشة أين هجروتي آدوي فتنصر عبيد الله بن جعش عبيد الله بن جعش مركو تقاسبه مهاجرة أو ملك النصارى أو حبشاني أوتلي فتنصر نصراني بون دين الإسلام كنت كرد دومي أو دينك النصارى قليل وتوفي وانا لأفسد عبيد الله بن جعش مرتدى نصبه دينك متك اللعطية أو مرتدى بون انتهي هل كاسو كن انتهي يعني لك مهاجر كاها وكاسا دربانيبا هل كان مركو تقيبه النصراني النقضي أصبه مرتدى ون هل كاكو انتهي إله سبحانه وتعالى هل نحب ذيك الإله المقصود وثبتت ويسقنات أم حبيبة هي أم حبيبة ويسقنات على الإسلام إسلام لماذا يكون سقناتي أيضا منك يذي مرة عين إسلام كيذي أتكسة كل التي فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي النبي أودري عمر بن أمية الضمري منك إلى صحابك عمر بن أمية إلى الضمري مركو دري والله دري بكتابه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورقديسي أو قرئ رسالتي أو قدر إلى النجاشي بقر كيش حبشاء نجاشي بيجر أو قدر يو أماره وحو فري يعني نكل إلى عمر بن أمية الضمري أن يزوجها إن أقوري بالنبي صلى الله عليه وسلم أمره وحو فري نجاشي أن يزوجها بالنبي صلى الله عليه وسلم إن أقوري نبي عليه الصلاة والسلام أم حبيبه إن حاصل وقال لك ما دام من كذب الدوبي وإن النكاح حسن أحد ومجهر إلا مرتد من مرتد قبر مسلم هذا ما قد كره قال إيه مسلم هذا استقبر سلام فزوجها مركه وحأقوري أم حبيبة به النبي وحأقوري النجاشي نجاشي بأقوري وأصدقها مهركين أسايا كسوا ديبي رأسوا مرني يعني إنه مهركين ديبي وحوسيي من عنده جيب كيسبو كبحيي وأصدقها مهركين وسيي أم حبيبة من عنده أتي سأو كبحيي يعني وحو كدي بأربعمائة دينار أفر بقل أو دينار أي مهر أغدقي أو مارتي الذي مهركي نأسها كدي وبعثها وصادري أم حبيبة وصادري نجاشي مع شرحبيل بن حسن نيك شرحبيل بن حسن الإلهة أي كصادري مركي الذي يؤت منا فابتنى واحد جورسدي أو مسكي بها أم حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي هجرني كسوى اللعبتي حبش مركي كسوى اللقوتي ونبي يؤت من أي رسول كنا جورسدي صلوات الله وسلامه عليه بعد رجوعه مركو كسوى اللقوتي من خيبرة غزوة خيبرة واليهود للذي مركو كسوى اللقوتي أي جورسدي في سفر بيش سفر أي جورسدي أو ربيع الأول بيش ربيع الأول أي جورسدي سنة السابعة من الهجرة سنة تضباد هجرة النبي أي جورسدي توفيت أم حبيبة وعلى أوصدي وحال أوصدي سنة 42 من الهجرة سنة أفلبي أفرتناد هجرة النبي أي أوصدي لمتي أو 44 من الهجرة أما سنة كي أفري أفرتناد هجرة النبي أو سنة 50 أما سنة كنتناد وهجرة النبي يعني شك يا ساكي جري سنة حراسة نمتكوت أي لما ترضي الله عنها العاشرة هو أنت الطبناد وحوي أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطبي رضي الله عنها أم المؤمنين مؤمنين تهويلو دي وأهل صفية صفية وبنت حيي بن أخطب نك حيي بن أخطب البي جريو من بني النضير يهود الرب بني النضير كتر سنة وسيد بني النضير يعني أها قبل بيسي أهي ويان قبل مارك هوانت نبي مارك حاجز كيس كمدا رضي الله عنها الله كراد النغلوك هي يعني صفية أو مارك صفية بنت حيي وحوي هي صفية وحي أهي بنت سيد بني النضير
reeb al-Nadir oo yahuudi ah sayidkoodii ninkii madaxdu u ahaa gabadhiisii bay oo min bani Israa'iil reeb Israa'iil kamid ah min sulalati Harun alayhi salaam nabiyullaahi Harun farciisina kamid ah farci nabi Harun ayu yaani maarati Huyay ibn Akhtab kamid ah suriyat wala soo qafaashi gabadhaasi safiyo fi Khaybar ghazwat Khaybar markuu nabi ku duulay yahuudi dadkii laga soo qafaashay bay ku jirtay fastafaha Rasuulullaah sallallaahu alayhi wasallam nabiga ayaa wuxuu doortay safiya لنفسي التي سؤود دورتين حاصل نقطة وعرض عليها الإسلام لأنت إسلامك أبن لغي إن إسلامك قادة تبع أبن لغي فأسلمت وين إسلامتي فاعتقها مركز النبي حري وتزوجها وونه قرسري بعد فتح خيبر خيبر مركز لفرتين دبلي أيو قرسري سنة السابعة من الهجرة سنة التضبال الهجرة النبي أيونه قرسري وابتنى بها وحونا بستي كبداس صفية بنت حيي اللي يرى هذا وحو نبي نستيء قرسدي يعني وحو كو قرسدي بسد السهباء ماشي سد السهباء مقعد اللي يرى هذا أيو كو قرسدي على بعد 12 ميلا يعني مسافة أو أهل لبية طبان مايد أو كلا مسافة اللي يجرته مال من خيبر خيبر أجرته أيو نكو قرسدي وي يعني مال لبية طبان مايد أجرته خيبر أو اللي يرى هذا سد السهباء أي نبي يكون قرسدي وفي طريقه ودبي سيو إلى المدينة أوسع له لا بشأن مركو مدينة ألا بني أي حلقاس يكون قرسدي وي توفيت صفية والله أرسدي وي بمتين سنة 50 من الهجرة سنة دي كنتنا دي هجرة النبي أي مارة الله أرسدي وقيل وحالي لهذا سنة 2 من سنة 52 من الهجرة سنة لم يكن تناده هجرة النبي وقيل سنة 36 من الهجرة أما وحال إلى هذا سنة كي لحية صدناده هجرة النبي انت صدح هذا سنة متكوث بيئة متيوية ودفن ذي البقيع أينا بقيع ومدينة مقبرة ذي أي أينا لقوا آسيوية الحادية عشرة حوانت كوي طبنات أو من أمهات المؤمنين كمله أم المؤمنين مؤمنين تفويض ودوي وميمونة بنت الحارث الهلالية تبدأ ميمونة بنت الحارث اللي ذا ذر ابن هلالة رضي الله عنها الله كراد النغرة وهي ميمونة وهي هي أخت أم الفضل أم الفضل تبدأ اللي ذا ولا شهد بيهي وأم الفضل قال مقعد الإرادة لبابة الكبرى لبابة وينيه أي الإرادة أو بنت الحارثي إن الحارثي الهلالية أيضنا ربني هلال كمدة زوج العباس عباس رضي الله عنهما عباس بن عبد المطلب حاسكي سي أحي لماذا وضب الله كرر هذه المغنى يعني أم الفضل فضل حلوة الفضل بن عباس عباس بن عبد المطلب ويلكي أو دلي أو فضل أها أيا حبرت الله كن كني الله قد جي أم الفضل بالي هذا مجي عذنا لبابة الكبرى عباس بن عبد المطلب حاسكي سيوي مركا عباس حاسكي سأي لطلتي ميمونة حي علي وحالي لهذا لبابة بنت الحارث هي ميمونة بنت الحارث وي لبدو دو يسلد الشيء وي تزوجها ميمونة وحا قرسدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله قرسدي في ذي القعدة بيش ذي القعدة اللي لهذا بحد إذا سنة 7 من الهجرة سنة ذي تضباد هجرة النبي في عمرة القضاء عمرة ذي مركة حديبية أي نبي للشري عمرة ذي أي قذنين مركة لودي ذي إن عمر سنة حديبية لا بشدي سنة كلا بعد أيين مركة عمرة ذاس مركة نبي حلال نقضيبه ونقور سديوي قرمو مركة قور سدي ما هأصبه معتمر إنه قور سدي بعد أن حل منها عمرة ذي مركة كحلال نقضي وعمرة ذي سعودة ما يستي بو نبي ونميمونة قور سديوي وابتنى وحونا بستي ميمونة بها ميمونة وحو كل استي بصرف ماشا صرف ليرهده أيو كل يعني أمارة كل استي وكل قور سدي ولو قر جيوي صرف ماشا ليرهده على بعد 9 أميال من مكة مكة سدح ميل أجرته مركة مكة اللي قبحه ودنك مدينة لآدم سد يعني سقال ميل ميل أجرته أيو كل قور سدي النبي وصرف ليرهده أيو لو قر جي وقد توفيت والله أفسري ميمونة بنت الحارث بصرف الناس لفته بصرف النبي وكل
ku dhistay loogu gurigeeyay ayaa ayaga joogta ay ku dhimatay haddana meeshaasi sanati 61 sanadii san yani 16aad oo min al-hijrati nabawiyya kamila ayaa halka ku dhimatay waqila sanati 63 ayaa ila waqila sanati 63 sanadii 63aad waqila sanati 68 ayaa 38 ayaa la yiraahdaa ama yaani 8 iyo 30 hijrada nabiga markay ahayd waa intaas oo dhan baa la yiraahdaa sanadaha kale isku khilaafa dhimashadeeda weeyo wadufinat hunaka sharif ayaa lagu aasay makankaas ay ku dhim meeshii lagu guursado ay ku dhimatay baa lagu aasay weeyo wadufinat wala aasay maymuna hunaka halkaas lagu duugay wala yisaalu mana uu ka suuri mowduu qabriha qabrigeeda booskeeda macruufan inuu yahay wala garan yaani ila waqtigaana la garanay maymuna qabrigeeda meesha uu ku yaalo yaani macruufu wala yaqaanow كو يطلن دمر أبو هذا النوص وشيخ مركز وحوير شيخ فهذه دمر كان أنكسر هذا النوم مهات المؤمنين كان 11 امرأة كو يطلن حاس دمر وي هن أيقبة كو يطلن دمر وي هن أيقبة أمهات المؤمنين مؤمنين تخويوين كودة وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد حاسس كيسية بالاتفاق مر الآن خلاف الآن ومتفق وإن حاسس كي نبيه wa khilaafu ka taagan mal maxaa isku khilaafay marka waqtulifa waxa isku khilaafay fi imra'atin waahida hal haween oo kaliya isku khilaafay wahiya haweentaas waxa way rayhanatu bint zaydin rayhanatu bint zaydin tabada rayhana li yiraahdo oo ina zayd ah ayaa isku khilaafay annaha kaanat hayahayd rayhana min azwaaji sallallahu alayhi wasallam nabi xasaskiisa kamid hayd wa li yiraahdo أو أمس مي حاسسك كمد ما هينه من سراريه نبي دتك سريوين كيس أدومديسي أو حاسسك كمدكتي أي كمد هي يعني أيضا أدان أبو قبيوي أيضا أدانا لأن هوانت عن حرطة هوانت حرطة وان أدانت أحين أهل كيدان نكاحيو وإلى قرصة وريق إذا بحيو لكن هو أنت أديك سرية كوه أدان تكوه نكاح مبها نكا هذي أو أدان أطهي مركبه هو أنا سنة يوان أطهي ياوي مرك سرية ليه رهداوي وهي قبل داس أو ريحانة ليه رهدانا من بني نظير قبيلة بني نظير ليه رهدا بكمله أو يهود كثير سن أي أحد كانت وحين أحد مرك يدي هرا عند رجل نن أو من بني قريدة قبيلة يهود كثير سن بني قريدة ليه رهدا نن أها قبي جري مرك يدي هرا مركز مركي بني قريظة لا دري فوقعت وحي كل عضي في غزوة بني قريظة ريا بني قريظة مركي لا دجال مي يعني بي في وحي صادح قشي يعني صادح قشي في الصبايا دمر كل سوق فاشي دمر كي يعرض كل سوق فاشي أي كمد أحيد ويا فاصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيات دورتي لنفسي نفسي سوء دورتي حافظه نبي كبكتي مركها وين تاسال اسكو خلاف سيئ فيقال مركه حالي ذا إنه النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها ريحانة قبل الإرادة وأحري وتزوجها وون قورسدي في المحرم بش محرم الإرادة سنة السادسة من الهجرة سنة لحال هجرة النبي كمدة أي أنت حري وقورسدي بالإرادة فهي مركة من أمهات المؤمنين مؤمنين تهويوين كود دي كمتاي مركز وحوية والربية طبعا كأو ناشا يجيب أقل ما يستر ما يسويا لكن تاخلاف كاسم باكتا يقنوين ويقال وحكنا لي إلى هذا إنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتقها ريحانة ما أصم حرين بل كان وحوها النبي يأتيها من أتبع حاس كبكتو وإسد حاسس كيسو لم عامل هذا الجماع كسما أيه يعني أتبعوه بملك اليمين أسقو أي ملك تيسا أي حانتو أضان أي أتعي أي أتبع جري نوالي إلى هذا وما أصم حرين فهي مركب حال وحي أحيد قبداس الريحانة من سراريه كويس سريات أدوماني سيني كمين أحايد والي رهلا توفيت والله أفضل مركا حوانتا سو خلاف كجيرو ما أدوم بي أحايد مسحاس بي أحايد ووحرية مركا سو قرسي تاون بالسكوها يا الله بي تبنك أهوي
توفيت والله أفسدي ريحانة مرجعه نبي صلى الله عليه وسلم أو كسر الله من حجة الوداع حجة الوداع مركو كسر النقضي حجة النبي أو حجة مركو كسر الله أبتي أو ذات كان أو سبوتي أي أدب ديد مركو صلى الله أبتي كدب على أفسدي سلا سليلا فدفنها نبي آسي بالبقيع مقبرة البقيع اللي هذا بنكو آسي قبورتها سكو آسي ويه وكانت له صلى الله عليه وسلم نبي وحو لها يوكره سوى هؤلاء النسوة دمر كان حد اللبية طبعا كان الوصو الشيقي وحانا هين أيو لها أوه يعني سرية واحدة وحو لها ونبي أسقناتي سرية قبر أدوانا أو واحدة كل يد بولها هل أدوان بولها وهي أو أدوان تاسي وحيد وأدوان من يد الأسوة فقصنا مارية القبطية كبدا مارية اللي لها ذا تك أخباط اللي لها ذا غير مصر لون نسبي أي اللي لها أهداها كبدا سوح أسوة هدية له نبي وح أسوة هدية المقوقس يعني بقر كمقوقس اللي بيجري مركو نبي وقد أقري أي هدايات أساسية أي كمد أحيد ونبي أسوة دربي كمد في جملة ما شيء دودوب كي بي كمد أحي أهداه يعني مقوقس أو سوحة دي أهداه أو سوحة دي حينما رد مركو كجوابي على كتابه صلى الله عليه وسلم نبي ورقدي أو قري مركو كجوابي رد كي أو سوحة قري أيو هدايات كاس مكوس ودري هدايات كانوا حكم ديهد ماريا القبطية وكانت وحيه ماريا مركي ذفر مصر اي جوتي من بنات الملوك تلك بقرادة يعني قبله ذلك كم ديهد بقرادة الرياض قبطيين تاع اي كم ديهد فقصح النبي صلى الله عليه وسلم نبي ملكا سوحو كوغونية لي ماريا القبطية لنفسي نفسي سوء قونية شيء سرية وكبكتوية وقد ولدت له نبي وحي أدى شيء ماريا القبطية إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وين كيسيئها أي أدى شيء توفيت والله أفسري يعني ماريا القبطية هل كاوين أي خديجة أي سندلين مويه انت كلا خديجة أدى شيء إبراهيم لكن ماريا القبطية أدى شيء وين توفيت والله أفسر ماريا سنة 16 من الهجرة سنة اللحية طبنادي هجرة النبي ويقال وحكرا إلى في المحرم سنة 15 سنة اللحية طبناد من الهجرة النبوية أي اللي إلى هذا شنية طبن أما اللحية طبن كهجرة النبي الله أفسر ودفنت والله آسي بالبقيع بالهدوغي ماريا القبطية رضي الله عنها مركا دمر كي النبي قال سواء رجني تتك مسلمين تنا أنا قال روحنا لك جب هيا إن النبي جنب برنا صلوات الله وسلام عليه حاسس في سينا برنا أولادي سينا برنا عرفت إن كنت ربينا حتى وأنا لك دوني إن برتان المهن إن كنت ربينا حيا لو حد عكر تقولك هذا الزمن كأنولنا قالوا يوم قاعدين وإن يقانن عرفت كوا برون عيارئي كوا رواية أفلام تجلئي إن عرفت وذي قانن أي قرن لكن ايشان نبي الله محمد يقول في سيئة صحابة يحوين في قرنين مركز أرمتان وأرض مهيمة إن المهنة كتربيين إن برنه أولاد النبي أزواج في سيئة أقرب النبي آل بيت في صحابة رضوان الله عليهم إن ذكر أن برنبا مهيم أولادي ومركز نوغور أولاده صلى الله عليه وسلم عرورتي النبي أود علي أيها الكشيخ كغور تقدم وحنا صهر مري أن جميع أولادي صلى الله عليه وسلم نبي عروتي سلمانتي من خديجة بنت خويلدين هذا شيء حق يد أكاء هذا أيضا ولا بش إلا إبراهيم موية وماري القبضية هذا شيء موية انت كان اللح لك لنا أيضا هذا شيء مركز الدباع عرورة وين لح خديجة هذا شيء هل وينك إبراهيمنا ماريا بعد شيء وين وهم مركز المهاز قد بضئه الأول كان هرق القاسم قاسم وين قاسم مجعي سليلا وهو قاسمنا أكبر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد عرور تيسا مثل أبوهنا أصدقها وبه إستقانا يعني وين كان قاسم ليلا هذا بكان وحوها يكنا نبي مبلغ كنية يكني الله قد يقول نبي كنية ليس أبو القاسم الذي يجري أبو القاسم ليلا قاسم أبيه ساسا مرك الله أبوه مقعدري عاش يعني قاسم هون ولا حتى مشى إلى أصعد أصعد أوقاره ثم مركك بعدنا توفي والله أفسدي مركو صعدي أو الصعد كي سجع عن أصعد بع الله أفسدي وهو أسوأ نحو سنتين لبس أنا أكل جرو لبجرو أسوأ هالأفسدي
كان لبعض زينب وين يعني زينب وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أياك حكتين وهي زينب أكبر بناته صلى الله عليه وسلم نبي قبله قبله هو يدوي زينب أبوه أصيبت في الله إلهي درتي بالغو أصيب في دين الله بالغو أصيب يعني ملك يسوي جرون يسوي وفي مسركين تبقوا قيستين المعلوش يدكوا جران أي كسر ردين أسباب تاسي مركة أود ما تواجي دنبعي أود ما تولي فقال صلى الله عليه وسلم نبي أنه حويل عليه الصلاة والسلام تلك قبضة سينب اللي إلى هذا ونبي قبضي مارت عروتي سكمله أفضل بناتي قبضها يمد وقفض لقبضانه ولدت وحالة بلئيها زينب بعد القاسم قاسم ونبي قويل كيسيئها علماتي أبوينا قبضة كحكتي بأحيدوية وتزوجها زينب ويقان قارتي وحد قورسدي أبو العاص بن الربيع منك أبو العاص بن الربيع اللي إلى هذا أي قورسدي وهو أبو العاصنة ابن خالتها إن هبريد بيد إن هبريد بوءها أو وحويان وحاد علي أبو العاص هالة بنت خويلدين قبل هالة اللي إلى هذا خديجة بنت خويلد لا دلتي أي أسجن دشي مركا يعني من كان أبو العاص اللي إلى هذا زينب بنت رسول الله وإلما هبريد لبو خويو وذا دلتي ذاك لدليويا مركز وحويري مركي أكنكاسا أقورسدي ويا ولدت وحيد أشي زينبو زينبو وحيد أشي ابن ويل أي أشي أو اسمه مقعيس اللي إرادة علي علي إرادة وبنتا قبرنا ويد أشي اسمها مقعيدنا أمام اللي إرادة ويلي قبر بيلهي أو يعني أبو العاص يقول أشي ويا وهي قبضا أمام الله يرى هذا أو نبي أو وحيه أو قبضيس أيضا شيء التي كيوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام أو أها يحملها مدقاضه أو دبر كيسة كور كيسة سارة في الصلاة مركو صلاة تكني قبضي يرتع هيدو مركو تكني مرنع سوقاضه ومركو سوقع ينكر سوقاته مركو سجون ينا أولوك بلتو أي أحيد ويا مركو المها يركع صلاة سلوق يعني والله قاضا كراوي صلاة بحلو وقاضي كرت ما دام النبي وقاضي عليه الصلاة والسلام قبل النبي وستي وقاضي جريوي توفيت زينب زينب وحال ضعف صدي أويد متي في أوائل سنة ثمان بالمدينة سنة سديدات مركي هجرة النبي أهي أي مدينة لضعف صدي ويا الثالثة قبل السدحات أولاد النبي كمله مقيبة لهذا مقيب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها واحد قرسلي عثمان بن عفان رضي الله عنه عثمان بن عفان با قرسلي فولدت له حين أولى شيء ابنا ويل واسمه مقعيس لي رهذا عبد الله ويل لي رهذا بي أولى شيء عثمان بن عفان وقد بلغ وحونا قاروين كافير كاهي زين مارة الرقية أيضا شيء ستة سنين لحجر أيو قاري لحسن أيو قاري ثم نقره وين كاسوحا أفكي سكومو دي ديكن ديق با وحكومو دي في عيني الماء المي أسوي جوغبا ديق با إش مارة أفكي سبوبا بكجليين مركو كجليين فمات صوتا صوين كأود انتوين ديق مركو إشي أو دلولية با إشا درتين أيو حنوك يدوين كأود انتوين ماتت رقية ويدمتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر نبي بدر كمقا رقية وحنو سنيسو واتين نبي وكتقي عثمان بن عفان بدر واتين لقرري وقبضا انه مارت سكراديو او دل جوغبو نبي وكتقي بدر كمونا قيب جل مركي مركا او نبي قوليستي او صامقضي ايا صحابتي بشارين سيصادري سيدا مثلا زيد بن حارثة وكليته أي مركز الصادر إنه بشاري أي حقوقي من قبضي يؤلمتي رقية أو العاصية أي كلسو قيب قلدوبتي لبو كلسو قيب قلوني ماتت رقية ويدمت ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان أكوم قيه في بدر البدر أو جرعي الأفسدي وجاء زيد بن حارثة وجاء زيد بن حارثة بايمد بشيرا أسقى عمد بشارين إلى المدينة مدينة واتو النبي أصدر لبن أصدر مدن عوال المدينة مدن دن عن كلاتة أو مارتي أو لبضى مدينة ماشي هذا سري ماشي هذا خاصي إن دك الله كلا الشيء لابو بشاري قوشة مشركين تلقيه وليستي أي أصدر
marka Zayd ibn Haritha baa yimid asagoo u bishaareynaya muslimiinta guushii iyo nasrigii ee Ilaahay u siiyay fi qaswatu badr ugu bishaareynayo ila madiina tabu yimid madiina ayuu yimid fa wajadahu markaas wuxuu helay reer madiina oo qad sawu yaani kusimay at-turab arradi ala qabriha ruqiy qabrigeedi ayagoo daday oo maartay qabrigii ku aasay ayuu asaguna la soo kulmay weeyay الرابعة قبل أفراد النبي قبله سكمله وحاول أم كلثوم قبل أم كلثوم ليرهم زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أقولي عثمان بن عفان أيها الذين مروا أقولي رضي الله عنه الله كراد النغذة بعد وفاة رقية مركي كلمة تندبذي أيها عثمان أقولي قبله سأم كلثوم مرجعه سوى نغذ كيسي من بدر البدر وكسر النغذيب أقولي مركي قبله كلمتي أيها أقولي ولذلك وحال عثمان ذو النورين لقمة عادة نكي لبدا النور لبدا قبضات نبي الله محمد أوضلي أيها من مركي كلمة تأتيك لنا لسيهوية أم كلثوم أقول سديوية مركي كلمة تينا أم كلثوم عثمان وي كلمتي مركي كلمتي وحوير هذا مذكر السدحات إيجوه إليه وكو قدر اللهابو يري ساسو كوير النبي عليه الصلاة والسلام ولم تلد ما أين أنبلم يعني أم كلثوم له عثمان بن عفان شيئا أولاده ما أين أنبلم وعلى ما أين أنبلم توفيت في شعبان مش الشعبان بقى الله أفسدي يعني أم كلثوم سنة التاسعة من الهجرة سنة السقالات هجرة النبي أي الله أفسدي ودفن دوحان الوقاس بالبقيع أينا بقيع الوقاس الخامسة من الشناد وفاطمة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة أصغر بناتي صلى الله عليه وسلم نبي عرورتي قبله سمد أغوية ريد بئه وأحبهن مد أغوية عيل بنيه حين أيدي أهي إليه النبي قال أغوية عيل بنيه آدم نبي فاطمة أغوية وهي فاطمة سيدة النساء أهل الجنة أهل الجنة دمر كودا دمر كأهل الجنة سيدة ذي ويتيم لحظة وأحيد ويال وتنسوا أمرنا إذن نبي أغوية بشاري إني تاي سيدة يعني نساء أهل الجنة إني تاي ويال تزوجها واحد قرصدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي بن أبي طالب قرصدي بعد بدر بعد غزوة بدر بدر ملك اللقص والله دبذت بو قرصدي فولدت فاطمة وحيدش له علي وحيدش ابنين لبويل وحسنا إيا وحسين لك ليلا حسن إيا حسين حسينك وحسن يره أو كلاباسا كبه نوي وتصدير حسن حسن أول ليريه وحسن يره أو كلاوية وبنتين لما قبضنا ويودا شيء قال لك الى زينب وام كلثوم ولا لك هم قعدرين وزينب بنت رسول الله هي ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ايما قبضها ده شيء خبر يريه بام قعدرين وي ام كلثوم من قبضها ام كلثوم اللي يراهده وفاطمه اي دشع علي بن ابي طالب بن اباه ويهي هذه اوتنه تزوجها مركي وينات وحد غورسدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب ايا غورسدي قبر علي او دلي او فاطمه بنت رسول الله اي دشي با عمر غورسدي فولدت له عمر وحي او دشي قبداس ام كلثوم ليرهدا وزيدا زيد بن عمر اي او دشي ويلك ليرهدا بي او دشي ثم مات عنها عمر وكدنتي ايدو اي جوجتو قبد ام كلثوم هو فاطمه اي دشي با عمر وقتي يسي دماضي بنتين ويا مركو عمر بنتي فتزوجها ام كلثوم وحاق ورسلي عون ابن عمها جعفر يعني نيك عون ليله عون ابن جعفر ابن ابي طالب وإن أذير كذا جعفر ابن ابي طالب علي ابن ابي طالب يعني مارتي كالدالي ويا مركو ويلك ان أذير كذا عون ليله با ورسلي وتوفي عون عون هدنا والله أفسدي يعني وكبنت قبل أم كلثوم سيد عمر وكبنتي عمر أيضا يعني مركي عمر بنتي أيضا قرابه بجورس العون عون مركز وكبنتي ويا مركو وكبنتي فتزوجها وحاد جورس ذي مرسدحات أخوه عون ولالك أو محمد محمد بن جعفر بن أبي طالب أي أحد أنا جورس ذي ويا وإن أذكرك كلاه وتوفي
هذا هو حال أوصدي يعني محمد المحمد ما كان انت قبل بها أم كلثوم وانك سد حاله كان بمني مركو كان انتين فتزوجها وحا قرصدي أخوه ولالكي با قرصدي عبد الله الليلة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أيا قرصدي مركو سد حنين صلى الله عليه وسلم أيا مركو مدن انت متكت لك قرصده معنى يدو مركو وماشي صمالي هذا الدمال كيدهان يعني مركو ولال نيكو أو بنتو وحوا ولالكي ولالكي لغورسنا يو دمالي مصلحة أهم المرك اللي في ريو وياه المها هدا المها يسو المها سيدو سمين كلو أجنبي وسو جرين لاجع إلى ليو عروتاس أليركوت أو إلى ليو أي واحد لما دوياه قصب معها إنك رتي غورسنا يسا لكن ده كأنه سمالي ده قصب يكدي جان أو حيليه لازم غورين يسكب بحال بالغ ملك اللي يسون أهل حب يقدي جان وين أيام الراد اللي كان نقطة مين كان لصيني هذيس الراد كأهل لو ما قصب كرو قصب واحد اللي هذا مجروي ثم مات مركاسي لمتي كبد أم كلثوم هي وفاطمة بنت رسول الله أي شيء وهي عنده أيضا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أوقبه أي لجوكته أي كلمتي ويا توفي يعني توفيت فاطمة فاطمة بنت رسول الله نوحى لأوصري رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي مركو بنتي دبدي بستة أشهر فاطمة بنت رسول الله نبي قال لحب راد بكدن بيسي وانا كي أو بشارعي مركي حري أو وحكس رجسي ويري أنا جردا كك عماية وكل ماني وتي أويدي مرة بعد هذا أنت أويري وحكس رجسي ويري أداء يقصو حقيه وحبدا أداء يقدب إيمانا يقصو حرين أهل كيغا ويقصو شيء إيمارة عايش ويدير يسوي وتنصو مرني مركا لحب راد بنبي كدن بيسي صلوات الله وسلام عليه هؤلاء الخمسة شنتان المهاء أو يعني حلويل إيه أفر قبلات إيه وحلويل إيه ميغوي وحلويل إيه أفر قبلات إيه وقاسم إيه زينب إيه رقية إيه أم كلثوم إيه فاطمة شن تاسي فهؤلاء الخمسة شن تاني المذكورون للشيغية من أولادي صلى الله عليه وسلم نبي عرورتي سكمنا ولدوا وحال دلي قبل أن يكرمه الله الله انتو سنبي كرامين بالنبوة والرسالة نبي لماذا يا رسول لماذا انتان كرامين كهر أي المهانة الشيان شن تاسي خديجة